المكان اللي انا ماشي جنبه ده ده جامعه كامبريدج من بره، ده اعرق جامعه على مستوى العالم في شكل المبره جامعه دي، جزء واحد من الجامعه ككل عامه تانية. شايفين كميه العجل في كامبريدج؟ طبعا انت ممكن تأجر السكوتر اللي هناك دي زي نظام القاهره كده، انا نزلت القاهره مره وعملت الموضوع ده، بس كميه العجل هنا ايه رهيبه. مبنى الفخم ده دي مدينه كامبريدج وسط البلد بالظبط، انتوا شايفين كده. لو انت مش غاوي سواقه والكلام ده بلد دي ليك طبعا، سن الطلبه والدراسه والكلام ده، بس هي غاليه شويه. شايفين هنخش نشرب قهوه. شايفين زي ما قلت الفيديو قبل اللي فات، دي هي العجله البلد كلها بتستخدمها تبي فاهم، زي ما انتم شايفين كامبريدج جميله قوي. كل مره باجي البلد دي بحس ان انا مش عايز اروح منها. المكان اللي داخل عليه ده مكان شعبي شويه، في كل المحلات اللي هي بيبقى سندوتشات صغيره والناس اللي جايه في الغداء وقت الغداء عشان ياكلوا. هيجو بوس طبعا، انا بقى عامل كاني سايح يعني مش سايح، البلد دي جتها 50,000 مره. فاخدكم جوله في المكان ده، شوف المكان عامل ازاي. في محلات خضار، انا مش عارف ممكن لو رحت المكان ده من هنا تقريبا. كامبريدج دي موجوده بقالها كام سنه. شايفين البيوت، بيوت شكلها مدي على مئات السنين موجوده. الشارع موجود فيه ده دلوقتي كل البراندات موجوده فيه زي تيمبلن كلوكس جنبه، في براند برضو مش شايفه من قوي من هنا، ده محل بيبيع حاجات صيني زي نودلز والكلام ده. نيشن وايد ده بنك اللي هناك ده، وده بيت تاني كبير. انا في كامبريدج النهارده، خدت جوله النهارده صغيره كده على السريع. البلد دي على فكره نظيفه قوي، وبيحافظوا على البيئه وبيحافظوا على الطريق، يعني اقول لك 50% من الشعب اللي عايش في كامبريدج هنا بيسوق عجل او بيركبوا عجل، ما بيسوقوش عربيات. يلا معايا. شايفين كامبريدج بقى من جوه بقى، يعني the true كامبريدج او الحقيقه المعنى الحقيقي لكامبريدج. كل البيوت دي اقل ايجار فيها ما يقلش عن 800 في الشهر، اقل ايجار فيها، وكلها بيوت حلوه من جوه يعني، بس هي من بره شكلها شكل التراب او مقابر. هيرسلون انت شايفين جرين كينج شوبينج، one of my favorite او حاجه اماكن اللي انا بحبها قوي في المكان ده. شايفين نظام البيوت عامل ازاي هنا في كامبريدج؟ كل اوضه من الاوض دي فيها الفاير بتاعها. Check this tree stump. It must be about 100 years old this one. At least.
نظام البيوت في كامبريدج هنا نظام فظيع اقسم بالله.